بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. الآية يقول جل وعلا مخبرا عن حال الإنسان وأنه إذا اضطر دعا الله جل وعلا وحده ولا يلتفت إلى غيره إطلاقا، وإذا أنس واطمأن ورغب في الخير فإنه يلتفت ويدعو الأصنام التي لا تنفعه ولا تستطيع ضره. وإذا مسكم الضر في البحر، الضر يطلق على المشقة والتعب من أي نوع من أنواع، سواء وقفت السفينة ولم تتحرك أو ماجت وهاجت أو اضطرب البحر وتقلب بها بالسفينة ونحو ذلك من الأشياء التي تضر الإنسان، فإنه في هذه الحال لا يلتفت إلى غير الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه طبيعة الإنسان أنه إذا اضطر لا يلتفت إلا إلى الله وحده لا شريك له، هو الذي يسمع دعاء الداعي ويستجيب إذا شاء سبحانه. والإنسان يجد عند نفسه الضرورة بأنه إذا حال بينه وبين السلامة شيء ما يتوجه إلى الله، ما يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يعرف عقلا بأنه لا تنفعه الأصنام في البحر ولن تنقذه مما هو فيه من الورطة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل، غاب، ضل، بعد، ضل، هان على كل أحد منكم، ضل من تدعون إلا إياه، لا تدعون غيره سبحانه وتعالى. يعرف الإنسان من حقيقة نفسه أن الأصنام لن تنفعه أبدا ولن تكشف ما فيه من ضر ولن تجلب له نفعا، وإنما كما قالوا إنما نعبدها لتقربنا إلى الله زلفا، وهي لا تقرب إلى الله ولا تبعد عنه ولا تنفع المرء في شيء من أموره. وإذا مسكم الضر في البحر ظل في البحر، يعني أن الإنسان في حالة البحر يكون حالة حرجة، حالة لو انقلبت السفينة غرق مات على طول. ظل في البحر إذا مسكم الضر، إذا مسكم الضر في البحر، إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، إلا الله جل وعلا.
فلما نجاكم إلى البر أعرضتم فلما نجاكم إلى البر أعرضتم تركتم الدعوة الخالصة لله وأشركتم مع الله غيره، وذلك لكفر الإنسان وجحوده نعمة الله عليه، فهو المنعم سبحانه وتعالى. ثم العبادة للأصنام والآلهة التي لا تنفع ولا تضر. إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، أعرضتم عن الإخلاص الذي قلتموه حال كونكم في البحر، وكان الإنسان كفورا. وكان الإنسان كفورا، أي إنسان؟ الإنسان مطلقا، أو الإنسان المراد به الكافر. إذا قيل المراد به الكافر فيكون الكفر هذا كفر مخرج من الملة، وإذا أريد بالكفر كفر النعمة الذي لا يخرج من الملة فيراد به عموم الإنسان، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان بطبيعته ينسى ويجحد نعمة المنعم عليه، سواء كانت النعمة من الله أو من غيره جل وعلا. وكان الإنسان كفورا. فعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه وأسرته كلهم إلا من شاء الله ممن اهتدى، عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل أبوه يوم بدر كافرا والعياذ بالله، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فرعون هذه الأمة. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية لكنه لم يستجب لهداية الله جل وعلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، ويقصد بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن هشام الملقب بأبي جهل. فكان أحب العمرين إلى الله جل وعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهداه الله الإسلام. وأما أبو جهل فتأخر ولم يسلم، فلما مات على كفره تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فرعون هذه الأمة. أما عكرمة هذا رضي الله عنه فقد بقي في مكة سيدا بعد سيادة أبيه، بعدما مات أبوه بقي هو سيد بني مخزوم وأكبرهم. فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة اختفى عكرمة. فلما دانت مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحها الله له ظهر وهرب، ما يستطيع مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف ما في نفسه من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لن يذعن له أبدا. فهرب إلى جدة، ومن جدة ركب البحر يريد الحبشة لعله ينجو بنفسه، لكن الله جل وعلا أراد له الخير أكثر مما أراده لنفسه. فبدأت السفينة تتقلب بهم، ركاب السفينة المتوجهون للحبشة بدأت السفينة تتقلب بهم، وموجها البحر يقذفها يمينا وشمالا. فنادى قائد السفينة: وحدوا وحدوا الله، لأنكم وردتم وقعتم في الورطة، ما ينجيكم إلا توحيد الله. وهذا مستقر عند أهل الجاهلية، أنهم إذا وقعوا في البحر وخافوا الهلاك
ما ينجيهم إلا الإخلاص لله تبارك وتعالى. فقال عكرمة بعد هذا: ما دام أنه لن ينجينا في البحر إلا الله فكذلك هو في البر، والله لئن أنجاني الله من هذا السفر لأضعن يدي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجدنه رؤوفا رحيما. فسلم من هذه الورطة وتوجه إلى مكة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مركبا بالراكب المهاجر، يقصد عكرمة. وقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنه يؤذي الأحياء، يعني لا تتعرضوا لأبي جهل بمسبه لأنه يؤذي ابنه وغيره من أقاربه. فجاء فقال: يا رسول الله، لله علي أن أي نفقة أنفقتها مع عداوتك لأنفقن مثلها في سبيل الله. وكان رضي الله عنه إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي أنجاني من يوم بدر، لأن السيوف يراها تتقلب يمينا وشمالا حوله يريدون عباه، لكن الله جل وعلا أراد لعكرمة الخير، فكان يجاهد في سبيل الله ويخرج للجهاد في سبيل الله بدل ما كونه يجاهد في سبيل الطاغوت. هداه الله للإسلام فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. الله جل وعلا لطف بعبده عكرمة بن أبي جهل فهداه للإسلام فأسلم، ومثله صفوان ابن أمية ابن خلف. صفيان ابن أمية أمية بن خلف قتل يوم بدر مكافرا، أما صفوان فقد هرب مع عكرمة إلى جدة، ومن جدة هربوا إلى الحبشة فردهم الله جل وعلا إليهم. ثم جاء صفوان وقال: يا رسول الله، إن هذه، يقصد زوجته، زعمت أنك أمنتني. قال: نعم، هي صادقة. فقال: يا رسول الله، أريد أن تمهلني شهرين أنظر في أمري هل أسلم وأغادر. فقال عليه الصلاة والسلام: أمهلك 4 أشهر لن تجد أفضل من أن تسلم وتؤمن بالله. فأسلم رضي الله عنه، واستعان به النبي صلى الله عليه وسلم في أسلحة عنده لما توجه إلى الطائف وإلى حنين، استعان بالأدرع والسيوف التي عنده. فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، ولكن عارية مردودة نردها عليك بعد القتال في سبيل الله. فأسلم الرجلان وكانا من أشد وألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهما وأرضاهما. والمرء لا يدري ماذا يختم له به، قد يكون خيرا في أول حياته ثم ينقلب والعياذ بالله فيكون سيء الحال. ومن الناس من يكون سيء الحال بغيضا إلى المؤمنين يبغضونه ويشددون العداوة له، ثم يمن الله عليه بالإسلام فيكون مسلما حقا. مثال ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء من خيار الصحابة، كانوا من أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمي خالد سيف الله، فهو سيف الله المسلول في وجه الكفار رضي الله عنه. وقيل لعمر بن العاص: ما الذي أبطأ بك يا عمر؟ كنا نرى أنك عقل ورأي وبكر،
تعرف أن الجاهلية ما تصلح للاستمرار أبدا. قال: كان لنا أشياخ اتبعناهم فلما ولوا نظرنا فأدركنا. لو ماتوا، لأنه كانوا عنده أبوه، كل واحد من هؤلاء الأخيار عنده أبوه ما يستطيع أن يخرج عن طاعته، فلما ولوا ماتوا على كفرهم والعياذ بالله. نظر الرجل فأدرك. وهكذا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أصبح من قادة المسلمين ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نعم. يخبر تبارك وتعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين، ولهذا قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله تعالى، كما اتفق العكرمة بن أبي جهل لما ذهب فارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، فذهب هاربا فركب في البحر ليدخل الحبشة، فجاءته ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لن يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع في البر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره. اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلجدنه رؤوفا رحيما. فخرجوا من البحر، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وقوله تعالى: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، أي نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر، وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له. وكان الإنسان كفورا، أي سجيته هذا ينسى النعم ويجحدها إلا من عصم الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قريت المختصر ولا قريت الشرح؟ قريت التفسير، تفسير من كثير ولا شرحه؟ مختصره كله. يقول السائل: أيهما أفضل، صيام يوم الاثنين أو يوم الخميس؟ في كل خير، ما يفاضل بينهما، كل واحد له فضل. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على صيام يومي الاثنين والخميس، ويقول عنهما: ذاك يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال عن يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأموت فيه. يقول السائل: ما هو حكم من يسمع الأذان وهو في المسجد ويخرج ويستدبر المسجد؟ هذا فيه تفصيل. إن كان سمع النداء، سمع الأذان وهو في المسجد وأدبر لا يريد الصلاة، فهذا والعياذ بالله الويل له، وهو ظالم لنفسه، وقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان سمع النداء وهو في المسجد ثم خرج ليتوضأ أو ليقضي حاجة ويعود فبحسب نيته. يقول السائل: أتيت إلى مكة وعندي سكن أمكث فيه عدة أيام، إذا رغبت بالعمرة هل أذهب إلى الحل أو إلى أحد الموقعين؟ وماذا علي إذا أحرمت من الحل؟ إذا جئت إلى مكة تريد العمرة، سواء لك سكن أو لم يكن لك سكن، فيلزمك أن تحرم من الميقات. أما إذا جئت إلى مكة لا تريد العمرة وإنما تريد السكن في بيتك ثم بدا لك أن تعتمر، فعليك أن تخرج إلى الحل، أي مكان من الحل، وتحرم منه ولا شيء عليك. يقول السائل:
أنا مسافر لعدة أيام من 3 إلى 10، هل أجمع وأقصر في السكن مع العلم أن هناك مسجد قريب من السكن؟ أخي عليك أن تعلم أنه لا تلازم بين الجمع والقصر، فقد يتلازمان وقد يفترقان، قد يستحب الجمع ولا يستحب القصر، أو لا يجوز القصر وقد يجوز القصر ولا يستحب الجمع، فعليك أن تميز بينهما. فإذا كنت مسافرا وماشيا في الطريق جد بك السير، فعليك أن تجمع وتقصر أولى لك، أن تجمع وتقصر أولى لك إذا جد بك السير. أما إذا كنت نازل في مكان ما اليوم واليومين والثلاثة مثلا، فليس لك أن تجمع، وإنما لك أن تقصر إذا صليت وحدك أو صليت مع جماعة مسافرين. أما إذا لم يكن معك جماعة فيلزمك أن تصلي في المسجد القريب وتقتدي بإمامه في الجمع والقصر. إذا كان الإمام القريب يجمع ويقصر فعليك أن تصلي مثله، أما إذا كان لا يجمع ولا يقصر فعليك أن تصلي مثله وهكذا. فاعلم أخي أنه لا تلازم بين الجمع والقصر، فقد يلزم يستحب الجمع. متى يستحب الجمع؟ إذا كان الرجل مريضا في بيته أو في المستشفى الذي في بلده يستحب له أن يجمع، إذا كان الجمع أرفق به لا بأس عليه أن يجمع. أما إذا كان المرء مسافرا ونازلا فيستحب له أن يقصر ولا يستحب له الجمع. أما إذا جد به السير فيستحب له الجمع والقصر. أما إذا كان نازلا في بيته وبلده فلا يستحب له لا جمع ولا قصر. يقول السائل: عند إقامة الصلاة وأنا في الطواف هل ألغي الشوط الذي أنا فيه وأبني على الباقي؟ وهل أقطع الطواف عند صلاة الجنازة أم الأفضل مواصلة الطواف؟ الأفضل لك والأولى لك إذا أقيمت الصلاة أن تقطع الطواف الذي أنت فيه، تصلي الفريضة، أولى لك من صلاة الاستمرار في طوافك، ولا يجوز لك الاستمرار في طوافك إذا كنت لم تصلي الفريضة. ثم إذا انتهت الصلاة فأنت بالخيار، إن شئت أن تبني على ما مضى من الطواف صفت 3 ونصف 1 تبني على هذا النصف وتكمله، وإن شئت أن تستأنف الأخيرة تبدأه من أوله فلا بأس. إذا طفت 3 ونصف وقيمت الصلاة وأنت بحذاء الحجر فلك أن تبدأ الطواف تكمله الثاني من حيث وقفت الأخير، وإن كنت وإن أردت أن تستأنف فلا بأس، لا تعد هذا الأخير، قولان للعلماء رحمهم الله. أما صلاة الجنازة فإن قطعت الطواف من أجل صلاة الجنازة فلعله أولى لك، لأنك إذا قطعتها قطعت الطواف ممكن أن تستدركه، ولا يمكن أن تستدرك صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة تفوت عليك وفيها ثواب عظيم. يقول السائل: ما حكم المسح على الخفين وكيفية المسح وجزاكم الله خيرا؟ المسح على النعلين لا يجوز، لأن النعلان مكشوفان، وإنما المسح على الخفين، الخف والذي يستر القدم كله هذا هو الذي يمسح عليه، وأما النعلان فلا يمسح عليهما. وصفة المسح أن يمسح بأصابع يديه
من عند أصابع رجليه ويستمر بهما إلى الخلف حتى يرتفع إلى الساق قليلا، يمسح بيديه مفرجتي الأصابع كل خف يمسح بيد، وهكذا. يقول السائل: هل الذي عليه قضاء من رمضان ويريد صوم الست من شوال يستطيع صوم القضاء والست في وقت واحد؟ لا، في وقت واحد ما يصير، لأن رمضان واجب فرض تكميل الركن، وأما الست من شوال فمستحب، فلك أن تصوم بالنية أيهما شئت. إن شئت إن جعلت الست من شوال فإنها لا تجزئك عما وجب عليك من صيام رمضان، وإن جعلتها من رمضان فإنها لا تسقط عنك صيام الست، لأن لكل واحد حكم. وأما أيهما بأيهما يبدأ فقد تقدم الكلام في هذا أمس وقبل أمس، وقلنا مثلا إن الإنسان له الخيار، لأن المسألة فيها خلاف. من العلماء من قال لا يجوز أن يبدأ بالست وعليه من رمضان شيء، وآخرون قالوا له أن يبدأ بالست وإن كان عليه من رمضان شيء، لأن رمضان وقته موسع، قضاء رمضان يستمر في 11 شهرا بخلاف صيام الست، فهي في ست من شوال فقط، إذا خرج شوال ولم يصم الست فلا صيام له للست حينئذ. يقول السائل: هل الذي عليه قضاء من رمضان وصام يوما هل هو أمير نفسه مثل صوم التطوع أم لا؟ لا يا أخي، ليس أمير نفسه هذا، بل هو مأمور من قبل الشرع، فالشارع يقول لك إذا دخلت بفرض واجب عليك وإن كان وقته موسع فلا يجوز لك أن تنصرف عنه حتى تتمه. إيضاح هذا: إذا دخلت في فرض صيام رمضان قضاء فيجب عليك أن تتم صيام هذا اليوم، ولا يلزمك أن تصومه هذا اليوم ما لم تصم. فمثلا لو أنك أصبحت تريد صيام قضاء رمضان فيجب عليك أن تتم هذا اليوم، لكن إذا أصبحت وأنت لم تنوي الصيام فلا يسوغ لك أن تنويه قضاء من رمضان، لأن قضاء رمضان لا بد أن يكون من آخر الليل، أن تنويه في آخر الليل قبيل الفجر. فمثلا إذا أصبحت في يوم من الأيام وعليك يوم من رمضان فنويته يوم رمضان، فإن كنت نويته قبل طلوع الفجر فالنية صحيحة، وإن كنت لم تنويه إلا بعد طلوع الفجر فلا يسوغ لك. وإذا صمت على أنه من رمضان فلست أمير نفسك، بل يجب عليك أن تتم صيام هذا اليوم، وما دمت لم تصم فأنت بالخيار، إن شئت أن تصوم غدا أو بعد غد أو متى ما شئت. يقول السائل: أنا صائم وأداعب زوجتي أثناء الصيام، فما حكم هذا الصوم وبدون جماع أو إنزال؟ مداعبة الزوجة وسؤالها والكلام معها فيما يحرك الشهوة هذا لا يخلو، إن كان الإنسان يملك نفسه ما يتطور أنه يجامعها بعد هذا الكلام فهذا لا بأس به، سواء كان الصيام فرضا أو نفلا. وأما إذا كان يخشى أن ينتقل من المداعبة إلى الفعل ويجامعها فهذا حرام عليه، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة لكبير السن ومنع الشاب من القبلة، لأنه عليه الصلاة والسلام
يخشى أن لا يملك نفسه، فالقبلة تجره إلى غيرها. أما إذا كان كبيرا في السن ولا يخشى منه التطرف أو الزيادة في المداعبة حتى يصل إلى حد الجماع فلا بأس عليه. وعلينا أن نعلم أن هذا الصوم إن كان واجبا فيجب عليه ألا يقربها، لا يجامعها. أما إذا كان صوم السحب وليس بواجب فله أن يجامع، وإذا جامع أفطر أو أنزل المني أفطر وهكذا. مثلا إذا كان يداعب زوجته في الست من شوال فلا بأس عليه أن ينوي الفطرة ويجامعها. أما إذا كان في قضاء رمضان فيحرم عليه أن يجامعها لأنه دخل في فرض وإن كان موسعا. يقول السائل: ما حكم الصلاة والصفوف بعيدة؟ إذا كان يرى الصفوف البعيدة وهو إياه في مكان واحد فالصلاة صحيحة، لكنه يكره، والمستحب أن يقرب من الصف الأول قدر المستطاع، بل يستحب أن يتأكد من تسوية الصفوف. أما الصلاة صحيحة بحمد الله كمن يصلي في الساحات والمسجد خال أو فيه أماكن، فصلاته صحيحة لكنها في حد الكراهة. يقول السائل: أعمل في بقالة وكانت تأتيني بعض الهدايا فأقوم باستبدالها من نفس البقالة، مثلا أستبدل العصير بالخبز أو العصيرة أو المصير. إذا كانت البقالة لك فأنت لك حق التصرف، أما إذا كانت البقالة لغيرك وأنت موظف فلا يسوق لك أن تبدل إلا بالرجوع لصاحب الملك، لأنه هو الذي يملك هذا. أما غير صاحب الملك فلا يسوق له، لأنه ماذا يستفيد من هذا؟ يقول السائل: لبست الإحرام وأحرمت من الميقات، وقبل وصولي مكة لبست ثوبا وشماغا حتى إذا تجاوزت النقطة خلفت الثوب والغترة، فما حكم ذلك؟ إذا لبست الثوب والغترة والشماغ مثلا جاهلا أو ناسيا أن هذا يؤثر فلا بأس عليك. وأما إذا لبستهما وأنت تعلم أن هذا ممنوع فعليك فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، وهذا أولى لك من تأخير الإحرام حتى تتجاوز النقطة. لا يسوغ لك أن تؤخر الإحرام حتى تتجاوز النقطة، هذا لا يسوغ لك، فإن فعلت فقد تركت واجبا. أما إذا فعلت المحظورة متعمدا فعليك هدي أخف، وأما إذا فعلت المحظورة جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك. يقول السائل: من سافر ثم رجع إلى بلده في يوم واحد هل يجوز القصر والجمع؟ نعم، يجوز له ذلك ما دام مسافرا وقت الصلاة فيجوز له. كمن سافر إلى الرياض مثلا في الطائرة، سافر في الصباح وعاد في المساء، فله القصر والجمع لأنه مسافر. يقول السائل: ما حكم الحج بالتقسيط وكذلك العمرة؟ الحج بالتقسيط يجوز كأن تتفق مع صاحب الحملة على أنه يحج بك أو تحج معه، وتعطيه 1000 ريال الآن وبعد فترة تعطيه 1000 الآخر وهكذا، الإجرة تكون مقسطة لا بأس عليك. يقول السائل: أتيت إلى مكة دون الرغبة في العمرة إلا بعد أسبوع أو 2 أسابيع، فاستجد لي أن أعتمر
هل أحرم من الحل أم من الميقات؟ إذا أتيت إلى مكة وأنت في نيتك العمرة لكن رغبة منك في تأخيرها، تقول أرغب أخر العمرة أسبوع أو أسبوعين، يقول هذا لا يجوز لك، لأن من أتى بنية العمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات. أما إذا أتيت إلى مكة لتعمل عملا ما أو لتقيم فيها وليس في نيتك العمرة فطرأت عليك العمرة بعد يوم أو يومين أو بعد أسبوع أو أسبوعين فلا بأس عليك. أما إذا كنت تقصد العمرة لكن تريد أن تؤخر الإحرام الآن، نقول ليس لك ذلك، بل يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به، لأنك لست أنت التي تحدد ميقاتك، تقول بدل ما أحرم من السيل أو من يلملم أو من الجحفة أو من ذي الحليفة أحرم إذا دخلت مكة يومين أو ثلاثة أحرم من الحل، نقول لا يسوغ لك ذلك. يقول السائل: حينما كنت في أداء عمرة لأمي وبعد الطواف ذهبت إلى السعي وأنا في السعي فإني أحسست أن هناك مني قد ترك. يقول: حينما كنت في أداء العمرة لأمي وبعد الطواف ذهبت للسعي وأنا في السعي فإني أحسست أن هناك مني قد نزل مني وبعدها صليت الفجر. قل: لا يخلو هذا الإحساس، إن كان يقين أنه نزل منك مني فقد انتقض وضوءك وعمرتك وطوافك صحيح، لأنك ما أحسست به إلا بالسعي، وانتقاض الوضوء في السعي لا يؤثر، لكن الصلاة ما يسوغ لك أن تصلي بهذا. أما إذا كان مجرد شك ما تيقنت النزول فصلاتك صحيحة وعمرتك صحيحة. يقول السائل: أحرمت بدون إحرام، هل علي شيء؟ أحرمت بدون إحرام جاهلا، كأن تقول أحرمت عقدت النية وأنا علي الملابس العادية بدون لبس ملابس الإحرام، فنقول ما دمت جاهلا فليس عليك شيء، عليك أن تستمر في عمرتك، وإذا علمت فعليك أن تخلع ملابسك العادية وتلبس ملابس الإحرام. فالإحرام عقد النية، وأنت لم تلبس لبست ثيابك العادية وعقدت نية الإحرام، عقدك صحيح وإحرامك صحيح، لكنك استمررت بلبس المخيط فعليك أن تخلعه متى علمت إذا كنت جاهلا. أما إذا كنت متعمدا فعملك صحيح وعليك فدية لبس المخيط. يقول السائل: الذي عليه قضاء من رمضان فصام يوم القضاء وفي أثنائه أفطر، ماذا عليه؟ إذا كان قضى رمضان فلا يسوغ له الفطر، ما دام القضاء واجب فلا يسوغ له الفطر، فإن أفطر فهو آثم وعليه قضاء ذلك اليوم وليس فيه كفارة. تقول السائلة: الزوجة التي عليها قضاء من رمضان وجامعها زوجها فهل عليها كفارة؟ إذا كانت مطاوعة فهي آثمة لا يجوز لها ذلك، وإذا كانت غير مطاوعة واليوم الذي جامعتها فيه ليس من أيام رمضان بل من قضاء رمضان فقضاء رمضان لا بأس، يحرم عليها ذلك إذا كانت مطاوعة، فإن لم تكن مطاوعة فلا حرمة وليس عليها كفارة، لأن الكفارة في انتهاك يوم رمضان، أما قضاء رمضان فليس فيه كفارة بل عليه قضاء ذلك اليوم. يقول السائل: من أنزل وهو صائم فماذا عليه؟
هذا لا يخلو إن كان نتيجة معالجة لذكره فهذا يفطره، أما إذا كان نائما واحتلم فلا بأس عليه ولا يؤثر هذا على صيامه. يقول السائل: عند الصلاة في ساحة المسجد النبوي نافلة، هل أنوي تحية المسجد أم أصلي نافلة؟ إذا كان دخولك وجلوسك مثلاً باتصال الصفوف، الصفوف متصلة كلها، فيجب عليك تحية المسجد، وأما إذا كانت الصفوف ليست متصلة وإنما جلست أنت وصاحبك تتحدثان فلا بأس عليك بدون تحية المسجد. يقول السائل: رجل صام شهرين متتابعين لأنه قتل رجلا آخر، وخلال صيامه وفي اليوم الخمسون لم يستطع وجامع زوجته، فماذا يفعل؟ يكمل الصيام أو يعيده؟ لا يجوز له أن يجامع وهو في نعم الكفارة، لا في الليل ولا في النهار، ما كان ما دام في الليل ما دام جامع زوجته قبل أن يكمل الستين الشهرين المتتابعين وجامعها في نهار الصيام فإنه يفطر وعليه أن يستأنف الصيام من أوله، أما إذا كان جامعها ليلا فلا بأس عليه في ذلك. يقول السائل: أحد المقيمين في مكة سافر وسيرجع في ذي القعدة وهو ينوي الحج هذه السنة، هل يجب الإحرام أو أن له أن ينتظر إلى يوم عرفة للإحرام؟ لا يجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام ما دام أنه ينوي الدخول لأجل الحج، فيجب عليه أن يحرم عند دخوله قبل الميقات، عند الميقات يجب عليه أن يحرم، وأما إذا كان لا يدري هل يتيسر له الحج أو لا ولم يدخل بنية الحج وإنما دخل للإقامة في مكة فله أن يدخلها بدون إحرام. يقول السائل: لقد ضايقت الناس في تقبيل الحجر الأسود، فهل علي شيء؟ نعم يا أخي، لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك، لأن تقبيل الحجر الأسود سنة لمن تيسر له، ومضايقة المسلمين وأذاهم محرم، فأنت انتهكت الحرام من أجل أن تأتي بسنة، فعليك الاستغفار والتوبة، والتوبة تجب ما كان قبلها. يقول السائل: ما مدى مشروعية الركعتين بين الأذان والإقامة ليوم الجمعة قبل صعود الخطيب؟ بين الأذان والإقامة، يعني عند الأذان الأخير لا يجوز للإنسان أن يصلي عليه أن يستمع للخطبة إلا إذا كان توه دخل المسجد، فعليه أن يصلي تحية المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، أما أن يقوم ليصلي ركعتين عند دخول الإمام وسلامه على الجماعة وانتظاره انتهاء الأذان فلا تجوز الصلاة حينئذ. يقول السائل: الطواف حول الأضرحة والدعاء من دون الله والذبح لهم، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. الطواف حول الأضرحة عبادة لها، وعبادة غير الله شرك أكبر مخرج من الملة، وأما إذا كان لغير العبادة وإنما هو عادة ونحو ذلك فهو محرم ولا يجوز، ولا يصل إلى حد الشرك إلا إذا نوى به العبادة لأصحاب هذه الأضرحة، وكذا دعاؤهم شرك أكبر إذا دعاهم أو سألهم أن يفعلوا له شيئا فذلك شرك أكبر مخرج من الملة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح،
وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.